عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم السيد حسين عالم أبول. طبعا اليوم بقى موضوعنا نزل تحديث، آخر مرة التحديث وهالمرة التحديث. عاد هالمرة التحديث يعني قلت أنا بنزل الحين، لأن بنزل التحديث بعد هذا الفيديو، بنزل الموضوع اللي قلت لكم عنه انطباعي، لأن كان التحديث فيه مشاكل وأنا حسيت صراحة، لكن المشاكل اللي كانت فيه جدا بسيطة. فأول شيء ده بتحدث التحديث الجديد اللي هو iOS 12.0.1، تدخل على الإعدادات عام تحديث البرامج طبعا للآيباد والآيفون. مثل ما بتشوفون شباب بطلع لكم التحديث، بس أنا يمكن عندي النت شوي بطيء، خلينا نشوف النت. اي شباب شوفوا النت جدا بطيء وعلى نقطة واحدة، فبغير مكاني وبرجع عليكم. انا شباب مثل ما تشوفون غيرت موقعي حاليا، فتح التحديث. طبعا مثل ما تشوفون يقول لك يحتوي التحديث، يقول لك الاسم اصلاحات كثيرة من الاخطاء. طبعا يقول لك هنا اصلاح مشكلة عدم بدء شحن بعض الاجهزة، اجهزة ايفون اكس اس فورا عن توصيلها بكابل لايتنينج، يعني الايفونات الجديدة اللي هو الايفون اكس اكس واكس اس اللي هو الجديد اللي توه نازل، او الايفون اكس ماكس. طبعا بصير بعد الايفون اكس اس والايفون اكس ماكس فيديو خاص اني نروح ونشوفه ان شاء الله. يعني اول ما توصله بمنفذ الكهرباء اذا جيت تشحنه ما ينشحن بداية، تمام. ويقول لك هنا مشكلة قد تؤدي الى اعادة انضمام بعض اجهزة ايفون اكس الى الشبكة. يعني يقول لك هني حسب اللي فهمته، يعني ان الايفون اكس اس دا شغل على واي فاي ما يعطيك بسرعة الفايف جي، يعطيك 2.4 جي. والاخر اغلب المشاكل كانت في الايفون اكس اس وايفون اكس ماكس. فالتحديث تذهب الى طبعا حجم التحديث، مساحة التحديث 78.3 ميجا، طبعا من جهاز الى جهاز اخر يختلف. طبعا مثل ما قلت لكم في خيار هنا لو خيار التحديثات التلقائية، انا مسوينا ايقاف لان انا بنزل شروحات. اما انت اذا تبي حدث تلقائيا بحدث تلقائيا بعد ما تشغل ده الخيار، فانا ما شغل ده الخيار. الحين يا شباب تضغطون على التحديث، بيطلب منكم رمز الدخول، تكتبون رمز الدخول للايباد او للايفون، تنتظرون قليلا وعلى طول تلاحظون ان التحديث بيتحدث. فبعد التحديث وبعد ما يتثبت تقريبا برجع سريع ما شاء الله. طيب وين وصل التحديث حاليا؟ مو مكتوب جرى على التحديث لانه سريع جدا، يعني تشوفون ساعة كانت الساعة اعتقد 9:39 الحين 40، لانه بسرعة جدا جدا حدث. يعني كملت بعد هذا الكلام برجع لكم. طبعا حاليا يا شباب مثل ما تشوفون وصل التحديث تقريبا، تم التنزيل. يعني حاليا انت تقدر تثبت، بس شوفوا انا وش طالع لي بالضبط يا شباب. لما اجي او اريد انزله يطلب هذا التحديث 50% من البطارية على الاقل، او الاتصال بمصدر الطاقة. فياب يا شباب راح تصل مصدر الطاقة توصيل، تنتظر شوي بيطلع لك هذه تثبيت الان، تضغط عليها بيقول لك التحقق من التحديث. مثل ما تشوفون قدامكم جار التحقق من التحديث. فبعد ما يتحقق من التحديث بصير الايباد او الايفون اسود بالكامل، الشاشة سوداء. وبعد هذا بتطلع لك علامة الابل وبيبدأ التحديث. ملاحظة مهمة نسيت اقولها لكم يا شباب، ان في التحديث لازم يكون متصل سواء كان الايباد او الايفون بالانترنت، حتى لو كان الاتصال واحد مع الايفون ما بيقدر انه يحدث. مثل ما تشوفون تعذر التحقق من التحديث، فشل التحديث لانه لم يتم اتصاله بالانترنت. فلا تضغط على آلة المحاولة، نفس الشيء لازم تتصل بالانترنت علشان يحدث. مثل ما تشوفون يا شباب بدأ التحديث، مثل ما تشوفون يا شباب هذا هو التحديث وبدأ يحدث. بعد ما تكمل التحديث ارجع لكم. طبعا يا شباب مثل ما تشوفون حاليا كمل التحديث، فيب
طبعا هي قلت لكم اغلب الاصلاحات فيه تكون على اجهزة الايفون اكس اس والاكس ماكس، لانه يمكن في اخطاء. فياب يا شباب وصلنا لختام حلقتنا اليوم، لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير، شكرا على دعمكم مستمر. بس يا شباب مع السلامة، باي باي.